احمد خليل والفتح اشكرك احمد خليل اشكرك اشكركم سيدنا اتفضل يا سيادة الافاضل رعاة المؤتمر اتفضل. انا اسماء من عند حضرتك ولا واقف عند في مصر يحصل كده؟ اتفضل. شرفت بحضرتك. حاضر دكتور. لا يا فندم زي ما احنا عشان البانر. اوكي عشان الصوره تطلع بقى من البانر. كلمه بدايه اتفضل. احنا بنشكر كل الشركات المحترمه. قرب المايك بس عشان لبة الدعوه. انا اسف بس اقطعك. انا استاذنكم فضلا وليس امرا نسمع بعض بس وبكل ابتسامه كده نرجع ضهرنا ورا ناخد نفس عميق. احنا جايين خارجين ولابسين وصاحيين بدري عشان نستمتع مع بعض ونكون علاقات ونزود علاقاتنا صح كده؟ يلا خلي الابتسامه وروح المحبه تنتشر. بتقول بجد ولا بتهزر بتريق بجد صح؟ اكيد. طيب 7:30 في الاذاعه مش عارف مين حد بيسمعنا ولا لا. 1-2 الرياضة للجميع السيدات الرجال الشباب كل الناس. فبالتالي كلنا نقعد دارنا مفروض وناخد نفس عميق ونبتسم. ها الابتسامة دي يعني حاجة مهمة. منع الحديث الجانبية فضلا وليس امرا. طب رحبوا بنفسكم يلا سقفوا نفس. طب رحبوا بنفسكم من باب النشاط كده يلا بينا. يلا يا فندم اول اسم يا فندم معاك اتفضل. شكرا اتفضل. احنا بنشكر الشركات المحترمه اللي نورتنا وجت ولبت الدعوه. في شركات كتيره انا عارف ان هي عارفه ان احنا ممكن ما يبقاش احسن تنظيم بس مجرد وجود صوره الرئيس ربنا يديله الصحه مجرد اسم المعرض خلاهم ما يتاخروش خالص ان هم ينورونا ويشرفونا. بجد شرفتونا ونورتونا والى الامام دايما ان شاء الله. الأستاذ محمد مدكور شركة كونتراكت تفضل. مشكورا شركة كونتراكت من الشركات المحترمة اللي نورتنا.